اولا كنشكر الموقع ديالكم على استقبالكم ليا. انا ما عنديش حتى مشكل، اي واحد بغى يطرح شي سؤال انا عندي جواب لهذا المشكل اللي وقع مع هاد شركه الانتاج من دبي. هو المشروع كان غيتصور في 2018 ووقعوا شي مشاكل اداريه، وكنت من بين الناس اللي وقفوا في جنبهم حتى حلوا المشكل، ولكن ما صوروش. هاد السنه هادي رجعوا قالوا نخدموا غير مع سعيد اللي بين على واحد الموقف، هذا الكلام ديالهم في الاول، اللي بين على واحد الموقف مهني. قلت لهم مرحبا ما عنديش مشكل، عطوني المشروع، عطوني الحلقات. الشروط عندهم كثيره بزاف، اول حاجه طلبوا مني نحترم السيناريو 100%، لانه عندهم قال لك شي حاجه خاصه بهم. قلت لهم ما كاين مشكل، بغيتوا هذا البرودوي كيف ما بغيتوا انا غنصيبو. غروسو مودو بدينا البريباراسيون، صورنا 4 الحلقات الاولين. ملي رسلت ليهم قال لك ارسل لينا الحلقات نشوفهم كيف تصوروا. لا كاليتي ديماج ما كانتش مزيانه، وهذا تحملت المسؤوليه لان مدير التصوير ما دارش خدمته، ما دارش فيريفيكاسيون ديال الكاميرا، وكانت الجوده ناقصه بزاف، وانا تحملت المسؤوليه. قلت لهم ماشي مشكل، نعاود التصوير من جديد. بدلت مدير التصوير، جبت الكاميرات اللي اشتغلت بهم المسلسل الاخير صورتك بين عينيها، وجبت حتى الكرو اللي كان معايا، يعني حتى ليكيب اللي كانت معايا حتى هي جبتها في المحاوله الثانيه ديال تصوير الحلقات للمره الثانيه. فعلا خديت واحد الاسبوع ديال 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 الاستعدادات. ومنين صورنا قال لك صور حلقه وارسلها لينا نشوفوها كي دايره. ايوا صورنا حلقه ارسلناها ليهم، قال لك لا كاليتي زوينه ومزيان تبارك الله عليكم كملوا التصوير. هذا الميساج هو انا عندي في الواتساب، قال لك كمل التصوير تمام كل شيء مزيان. صورنا الحلقات كاملين صيفطناهم ليهم، قال لك لا ماشي هذه هي الطريقه اللي بغينا حنا، غتعاود. في الاول قبلوهم ومن بعد قال لك لا حقاش فينا واحد الممثله دارت تدخل وهي ما خصهاش تكون دير تدخل، رغم انه عندي في السيناريو بانه خصو يكون عندي ممثله على جنب. الا ما حدثش شي تدخل، هذاك الممثل خصو يتدخل باش يحفز الناس يتدخلوا. قلت لهم انا عندي هادشي مكتوب في السيناريو، قال لك لا. وكيعطيوني الكلام ديالو بدا كينقص، الكلام ديالو بدا كيتغير، اللهجه ديالو بدات كتغير، وبدا كيعطيني اوامر وبدا كيهددني. وصلت تهديد، قال لي غتعاود الحلقات وطرد لي الفلوس كاملين. انا اصلا رفضتهم، رزت من جيبي. كنقول له راه مستحيل نعاود نصور لك الحلقات لثالث مره. هذا المنتج العراقي اللي اسمه اللي هو اللي كيشتغل من اجل انه يعطيها للامبيسي، ودابا بدا كيتوعد وقال لي غادي نقاضي. قلت لي مرحبا، انا عندي كل شيء قانوني، عندي الرخصه التصوير، عندي العقد ديال الفنانين والتقنيين، وعندي كل شيء، عندي الطراس ديال الفلوس كاملين فين مشاو. بدا دابا قال لك يتصل بالصحافه المغربيه كيقول لهم هذا نصب عليا. واش نصب عليا؟ انا ما صورتش وخديت الفلوس ودرتهم في جيبي ولا ما فهمتش. كنقول له داك التصوير اللي رسلت لك في المحاوله الاولى والمحاوله الثانيه راه ماشي فابور، راه التصوير عندي انا بلي نورم، جايب تقنيين بالبطاقات ديالهم بالاجره ديالهم في لي نورم، راه الفلوس مشاو. كيقول لي انا ماشي شغلي، اما تعاود الحلقات واما نديك المحكمه. قلت لي مرحبا بك في المحكمه وما نعاودش الحلقات. انا متوصل ب 28 مليون اللي خصني زعما الميزانيه ديال الاولى، ولكن انا تعديتها، انا راه واصل دابا شي 35 ولا شي حاجه كومسا، باقي عندي كل الاوراق، ولكن هذا غير حسابات تقريبيه لانه يلاه سالينا مؤخرا من التصوير. لا طرقنا الابواب في الاول، علمنا وزاره الثقافه شنو غنديروا، علمنا المركز السينمائي شنو غادي نديروا، وانا محترم كل القوانين، وانا كتبت لهم رساله نرسلها لكم.
كتبت لهم رساله وكنتحمل اي مسؤوليه قانونيه لو وقع شي حاجه بعد العرض الحلقات، وكنقول لهم بان الميزانيه لا تسمح بانني نعاود نصور من جديد، وبيناتنا المحكمه ما عنديش مشكل. الا بغيتي تمشي للمحكمه انا عندي كل شيء قوانين، عندي كل شيء قانوني. رسالتي لهذا المنتج انه ما عندوش فكره نهائيا على التصوير في المغرب ولا على الثقافه المغربيه، وبين في كلامه ساقط هني انا كمغربي، وخرج بكلام ساقط وما بغيتش نرد عليه. وعندي رسائل في الواتساب كنقول له هذا ماشي كلام مهني، هذا ماشي كلام، هذا كلام الشارع. ورغم ذلك يزيد يقول كلام الساقط وكيهددني انه يقوم بتشهير بيا. قلت لي مرحبا ما عنديش مشكل، مطالب الاخيره هو نخرج من هذا الكابوس. عشت واحد ستريس فهاد التجربه خيب بزاف، بغيت غير نرتاح، بغيت غير وان اتس غانا بي اوفر، يعني امتى غتنتهي. اشترك الان في قناه اشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.